بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموشن باث واحدة من ضمن الحاجات الجميلة خالص في الأنيميشن برضه. أنا قدامي 6 أشكال وخلفية يا جماعة، ده البيت وده مدرسة وده مستشفى، وهنا أسرة هتروح للبيت، وفي ممرضة هتروح للمستشفى، وفي مدرسة هتبتدي تروح للمدرسة. هنحاول نستخدم الموشن باث في إن احنا نوضح المفهوم بتاعها بمنتهى البساطة. هنروح للأنيميشن والجانب الأخير موشن باث. طبعا مش متقبل إني لسه مضغطش على حاجة، هضغط على مثلا مدرسة أقول والله أد موشن باث، بيقول لي أنت عندك حاجات مختلفة، عندك بيزكس أشكال هندسية، عندك شيبس أشكال، برضو عندك كاستم. لو أنت كنت عايز تبتدي ترسم شيب معين، أنا أقول والله لاين، وهي هيبتدي يديني اللاين ده. ده ترانزيشنز، ده عبارة عن أنيميشن أقصد يعني. تمام، جاست أنا أبتدي أشده أدي لمكان المدرس، لمكان المدرسة، فهي تبتدي تتحرك، ودي وريشن في مدة ثانيتين هي هتكون في المكان اللي هي كانت موجودة فيه. بس بمنتهى البساطة انت ممكن تعمل كنترول على انها تتحرك من فين لفين بالظبط يا شباب، او لو انت كنت عايز تخليها مفتوحة او مقفولة، او ايريزنج للدايركشنز، السرعة اللي هي راح تتحرك بيها مثلا. انت عايز تخلي المسار بتاع باث مفتوح شوية يعني، ولا دولت شوية نقط كانوا خاصين بالباث اوبشنز يعني. تمام، اوكي، نفس الفكرة بتدي اوديها عند النيرس، بتدي كل لاين، ومن لاين هنوديها عند المستشفى. والجانب الثالث نفس الفكرة عند الأسرة ديت، ابتدي انا اوديها عند البيت. الكلام ده طيب يا جماعة، واخد كلهم واخدين ثانيتين من بداية التايم لاين. انا عملت بريفيو للسلايد ديت، هيطبق لي شوية الحركات دولت في الثانيتين أو في الوقت اللي أنت كنت محدده بالظبط يعني. ده هي جانب خاص بالأنيميشن بس على مسار معين. دور الموشن باص، الموشن باص ديت قوية جدا جدا ومحتاجة من الناس شوية تركيز شوية، وممكن تعمل لها شغل جميل جدا بصراحة يعني. ممكن تستخدمها في سينس اوف انيميشن بشكل بسيط طبعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.